حصل في مباراة الهلال والتعاون طاقم التحكيم وفق ولا لا؟ أنا شخصيا الحقيقة انظلم التعاون بحسب ما أتصور أن التعاون يعني كان له يعني كان فيه أوفسايد محسوب مش أوفسايد يعني واضح مثلا خلنا يعني عندي مشروع جول مثلا البلنتي أنا رأيي شخصي انه حق جهاد الحسين انا رايي شخصي بلنتي صحيح انه بلنتي يعني مثلا طيب صالح يخالف كل المحللين المختصين حكم انه مدرب خليك في التدريب ازيل لك لا ما يخاف لا من الواقع كمتابع انا بصراحه في اعتقادي الشخصي من الوهله الاولى انها ركله جزاء عندما اعيدت من كل انقل بصراحه بس انك اقتنعت براي المتخصصين لا وكان مقنع لي يعني مقنع لي يعني وهذه حلاوتها ترى ليتنا نتوقف عند كذا تقول رايك وقول رايي والاخر كذا بدون لا اننا نروح الاتجاه لذلك انا سمعت أنا بالعكس انا سمعت كلام حبيبنا صالح ابو عبد الله نعم واثني عليه وبالعكس لكني ايضا عندي قناعاتي انا شخصية فلازم اقولها طيب التعاون ما جاوبت التعاون ظلم ولا لا ليش نروح كلمة ظلم أبعد كان له لا مش أبعد ولا ظلم لكن كان له حقية في عدة قرارات يعني أنا أتصورها كانت من حقه أنا يعني الطاقم التحكيم لم يوفق برضو هذه كلمة ما ودي تقولها أو ما ودي على الأقل أوافقك فيها لا أنا أبغى إجابة مباشرة عشان كذا أسألك سؤال مباشر أفضل حكام أقلهم أخطاء ما في حكم ما يخطأ أبدا لو على الأقل برمية آوت إيه بس أنت أبو عبد الله ترى بأنه وفق أنا أعتقد أنه أداؤه جيد جدا طيب أبو أسامة أنا أشوف أنه يعني جيد خلنا نقول جيد نكتفي بس فيه حقيقة نادي التعاون كثير بس أختم